موضوع جديد وموضوع مالي هالمرة متعلق بأصحاب وبالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة رح يتناولها اليوم دكتور غسان مع ضيفه. بصعب كتير صباح الخير غسان. صباح النور غيدة. يعني اليوم بدنا نقول كمان صعب كتير هيك الجو والوضع والبلد. صح وهذا الشيء هيك اليوم محزننا وما قادرين نبتسم وما قادرين هيك نعمل شيء. بس صح. اليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم متعلق بأصحاب الحاجات الخاصة. نعم بتعرفي غيدة مثل ما قلتي رغم أنه قلبنا قابض والله يعزي أهالي الجنود ويعطيهم يا رب الصبر وإن شاء الله يا رب الأمور تروح للمطرح اللي ما بعرف إذا صلاتنا أنه يطلع مش هن يا رب وتتغير كل مجريات الأحداث يا رب. هذا راجع لآخر لحظة بضل ولكن غيدة بقلب الصفحة السوداء دايما عندنا هيك أيدي بيضاء عم تشتغل للمجتمع اللبناني. عشان بدي أحيي معك ضيفي الأستاذ إبراهيم عبد الله اللي هو مدير الحملة الوطنية لإدارة أموال الأشخاص المكفوفين. بقى بدي أحييك أستاذ إبراهيم. صباح الخير. صباحو. شكرا لحضورك وشكرا لكل شيء عم تعمله وبعرف إنه أنت من الأيادي البيضاء اللي عم تشتغل بالمجتمع المدني أستاذ إبراهيم لأصحاب الحاجات الخاصة خاصة المكفوفين. أستاذ إبراهيم السؤال الأول شو هي الحملة ومنين انطلقت؟ يعني بتعرفنا عنها لهالحملة. أنا كمان بداية الأمر بحب بس كمان أكد على الكلام اللي تفضلتوا فيه ونبدي كل التعاطف مع أهالي الشهداء العسكريين اللي اليوم نتمنى انه ربنا يقدر يلهمهم الصبر على طبعا بعد هالانتظار الشديد ولكن كمان الحياة بدها تكمل. صح. بطبيعة الحال الحملة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بإدارة شؤونهم المالية والمصرفية بدأت تقريبا من حوالي 3 سنين وكان هدفها أن توضح صورة الظلم اللي طايل هالشريحة من الناس بموضوع الحقوق المصرفية وتعالج هالخلل السائد. والحمد لله انه يعني وصلنا الى حد ما الحمله قدرت تحقق بقدر اقول 60% لحد هلا من الاهداف اللي انطلقت لها. طب استاذ ابراهيم اذا لانه اكيد المشاهدين تيفهموا علينا اذا بدنا نحدد نوعيه هالغبن هيدا او هالاشحاف اللي صار بحق هالاشخاص فينا نوضح تحديدا شو هو؟ مثل ما بتعرف ومثل ما هالبلد يعني تقريبا وضعت فيه سياسه اقتصاديه كانت رائعه أنه مكنت كل إنسان من أنه يكون عنده حساب مصرفي وشأن مالي خاص فيه ويتمتع بالسرية المصرفية وبكافة الشفافية المالية اللي عادة بكل دولة ديمقراطية المواطن بيتمتع فيها لغاية ما أنه حصل أنه جمعية المصارف ولأسباب تتعلق بنظرتهم للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أنه هن تحت مصوغ أنه عم يحمونا كأشخاص أخذوا إجراء كان كتير ظالم ومهين أنه بمعنى أنه إذا اليوم أنت بدك تفتح حساب مصرفي بده يكون بدك تجيب شريك يكون معك فيه أو حدا من أهلك أو ما بعرف أي حدا يعني أنت بتختاره أنه يكون معك وبأي وقت بدك تعمل إجراء مصرفي بدك تجيب 2 شهود من الشارع حتى يشهدوا عليك. فهي كانت حقيقة يعني نحن مثلا أشخاص تعبنا وبذلنا جهد كبير لحتى نتعلم وناخد شهايد عالية. تخيلي أنه بوقت من الأوقات شخص دكتور بيعلم بالجامعة اللبنانية أو بالأمريكية أو بأي محل بده يطلع على الشارع تيجيب 2 شهود يشهدوا عليه ليسحب $500 أو $600 أو إلى ما هنالك. هذا الشيء مش مقبول. هذا الشيء كان مهم. هلا هني مثل عم بقولوا أنه هني كان بدهم يحمونا حتى ما حدا يقدر يضحك عليه أو إلى ما هنالك. بس ما مش بهي الطريقة يعني. في أمور بيقدر الواحد يتوصل لها آلية معينة بيقدر يتوصل لها إنه تحفظ حق المصرف وتحفظ حقنا نحن إلنا وتحفظ لنا كرامتنا بنفس الوقت.
استاذ ابراهيم، وحضرتك اللي قمت بهالحمله، وحضرتك اللي عملت هالحركه وهالديناميه رائعه بقلب بعلاقتك مع بعرف انه اتصلت بالمصرف البنك المصري مصرف لبنان. نعم. وكان في تعميم للبنوك فينا نحكي حقيقه. خلينا بس نعطي الكريدي لكل اللي اشتغلوا يعني. نعم. مش بس انا. نعم. انا اوكي انا كنت مدير الحمله. صح. بس في كتار من الاشخاص المكفوفين. نعم. اللي شاركوا وحتى يعني بدأت الحملة بالجولة على المناطق اللبنانية كلها، واستنزجنا آراء المكفوفين بلبنان أنه كيف بتكون الآلية تكون. وحاولنا التواصل مع جمعية المصارف، لكن للأسف بداية الأمر لم نلقى تجاوب، فلجأنا للمصرف المركزي، وهونيك عن جد كان في تجاوب كبير. بدأ العمل بداية مع الأستاذ رائد شرف الدين اللي هو نائب الحاكم، نائب الأول، وبعدين وصلت القصة لما عرف الحاكم أستاذ رياض سلامي، كمان كتير كتير استنكر، واعتبر أنه الشيء اللي عم بيصير هو نوع من العزلة المالية financial exclusion. وعلى أساسها بعد لقاء مع كمان لجنة الرقابة على المصارف وعدة اجتماعات، أصدر المصرف المركزي التعميم الشهير اللي بيطلب من كافة المصارف بلبنان أن تسهل عملية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وكافة ما شمل بس حتى الأشخاص اللي عندهم إعاقة جسدية، أنه يكونوا قادرين نوع من الأكسسابيليتي، يكونوا قادرين أن يوصلوا بسهولة على المصارف. اليوم بعض المصارف بدأت بالتحرك، بلشنا نشوف مصارف مثل بنك عودي وغيره صاروا يحطوا ماكينات ناطقة، يعني الاي تي ام بالشخص، اي شخص مثلي او غيري بيقدر يستعمل هالاجهزه. بداوا اليوم يعملوا نوع من التدريب للاشخاص المكفوفين عن كيفيه اداره شؤونهم المصرفيه. يعني في نوع من الحركه التجاوب، في بنوك اكثر من غيرها بالتاكيد، ولكن بلشت الامور تتحلحل، وكله بفضل حاكم مصرف لبنان. الحقيقه انا بدي احيي ايجابيه حاكم مصرف لبنان ونحيي بنك عوده كمان عن جد، لانه اي حدا بينطلق بهالايجابيه على البنوك كلها الباقي انه تحزو حزوه وانه تمشي وراه وتكون فعلا انه خلص هيك موضوع، يعني صار بينتقص من كرامه الانسان مش بس من كرامه اصحاب الحاجات الخاصه. صحيح. استاذ ابراهيم، لبعدين الخطوات، انا بعرف انه بعدك عم تشتغل وبعرف بعدك بهالحركه، شو الخطوات المستقبليه لهالموضوع؟ نحن اتفقنا مع مصرف لبنان، وهو تحديدا النائب الاول الحاكم الاستاذ رائد شرف الدين، هو راح يتابع الموضوع معنا، وطلب مني اني دائما كل 3 اشهر نعمل له ابديت شو اللي صاير، مين البنوك اللي عم تتجاوب، مين البنوك اللي مش عم تتجاوب. نحن هلا بصدد السعي للتفاوض مع جمعية المصارف مجددا، يعني وانا بوجه نداء عبر شاشتكم الكريمة لجمعية المصارف انه آن الاوان انه نقعد سوا ونحكي بالموضوع ونتفق على قواعد لتنفيذ الآلية اللي وضعها. صح. مصرف لبنان، نحن بدنا ما بدنا بالآخر لا بدنا مثل ما بيقولوا يفنى القطيع ولا بدنا يعني نحن بدنا ناكل عنب. فنحن بنتمنى انه نقعد نحن وياهم على طاولة واحدة ونقدر نوضع آلية تحفظ لهم هن حقوقهم وسلامه عملهم المصرفي، وبنفس الوقت نحن تحفظ لنا حقنا وتحفظ لنا كرامتنا. هل قد نحن عم نطلع وهل قد بدنا؟ مش صح منهم على القليله، منا عم نطلب المن والسلوى، يعني عم نطلب شيء مثل كل انسان. انا يعني الي حق، انتم بدستورنا بيقول انه انا الي حق. صح. بالسريه المصرفيه الي حق بخصوصيه معينه، هذا اللي عم نطلبه، انه انا مش ضروري الإنسان. ابن الشارع. صح. يجي ويشهد لي على الترانزاكشن تبعولي شو عم بعمل يعني. صح. طيب استاذ ابراهيم، بس هني شو كان يعني اذا هالطرح كان هالقد ايجابي، هني شو الاسباب اللي عم تخليهم يترددوا او ما يكونوا ايجابيين بهالموضوع؟ اليوم قد يكون حصل حادث، عرفت كيف؟ حصل حادث انه حدا من المكفوفين ارتكب خطا او قال انا ما مضيت هون او هذا مش امضائي. طيب السؤال اللي انا على طول بوجه لهم اياه، بقول لهم ما صار معكم ولا حادث مع الاشخاص مكفوف. العاديين؟ صح. ما صار ولا صح. حادث انه حدا من الاشخاص العاديين عطى تشيك بلا رصيد او أكيد. اي قصه يعني؟ صح. طيب انه ليه بدنا نحكم على شريحه طويله عريضه؟ صح. من خلال عمل
اذا حدا ارتكب اي معصيه بهالصدد هيدا. بينما طيب ما فينا نعمم يعني. صح. اليوم في حاله صارت غلط بتتعالج، بس مش معناتها انه بنجي نحن منطلع تعميم وبنظلم كل الناس. بوب يعني بفهم استاذ ابراهيم، بفهم منك انه الحلقه الاخيره هي جمعيه المصارف، يعني اذا جاوبت هيدا المنطق. نعم هيك. نعم. المنطق بيقول. نعم. المنطق بيقول انه نحن لازم وصلنا لمحل نقعد نحن وياهم، لانه اليوم بلش ببعض المصارف. نعم. تتخذ اجراءات لحالها. نعم. طيب انا ما بيعنيني انه والله اي فرنسا بانك او بيبلوس بانك او عودي او غيره يتخذ اجراءات ومثلا بنوك تانية ما تتخذ اجراءات، لا نحن بهمنا الكل. الكل يكون عنده نفس السياسه الماليه، لانه بصراحه اقول لك بلشوا المكفوفين اليوم يروحوا على البنك او البنكين اللي عم بيسهلوا. نعم. بالاخر انت بالاخر بدك تروح محل ما فيه تسهيلات. صح صحيح. صح. وإذا هذا البنوك أقرب لإله وبتسهله أكثر، هذا اللي بده يكون أكيد. متاح لإله. فنحن حابين أنه كثير بجد نقعد مع جمعية، مثل ما قعدنا مع مصرف لبنان ودفعنا، نقعد مع جمعية المصارف. صح. ونحكي نحن وياهم ونلاقي السبيل اللي بيريحنا وبيريحنا. صح. وبتصور لأنه مصرف لبنان اللي هو إذا بدي أقول أنه هو قائد هالمسيرة كلها، هو يعني مرجعية طبعاً. إن جمعية المصارف منها أكثر كفاءة أو عندها معطيات أخرى أو مختلفة. لا لا، مصرف لبنان هو المسؤول. صح. عن السياسة. صح. المالية بالبلد، وهو بالآخر اللي بيحدد. 100% بيحدد. أستاذ إبراهيم كلمة أخيرة، وبدي أشكرك على حضورك وعلى كل جهودك بهالحملة. أنا كمان بدي عن جد وجه الشكر لكم، ومش مجاملة، دائما عم تكونوا سباقين بمتابعة هالقضايا هيدي، ودايما بتضوا عليها، ويخليكم بهالهمة إن شاء الله. يعني بتضل إيدكم معنا حتى نقدر إن نوصل لنتيجة. وهيدا العمل اللي عم نقوم فيه هو عمل أقل ما يكون، إنه نضمن هالحق لهالناس، بكفي الظلم اللي واقع على العيون بمجالات تانية، إن كان بمجالات فرص العمل أو بمجالات الصحة أو بعدة مجالات تانية وبالتعليم. فأقل ما يمكن إنه اللي قادر منهم أو اللي معه مصاري منهم يقدر يتصرف فيهم، وما ما يكون حدا وصي عليه فيهم. أستاذ إبراهيم يعطيك ألف عافية، وأنا بعرف قد عم تركض وتجتهد لهيك كمان يكون عندك مساهمة بنيئة لتنمية هالمجتمع بكل مهمات وأصحاب وجمعيات أصحاب الحاجات الخاصة. يعطيك ألف عافية. شكرا. بدي أحييك وحيي الجمعية اللي أنت فيها. يعطيك ألف عافية. شكرا كثير أستاذ إبراهيم. شكرا كثير لك. شكرا. ان شاء الله الاسبوع الجاي بعالم الصباح رح نتابع بعض لحظات محطاتنا مع ضيوفنا بالاستوديو. خليكن معنا.